جناب قاسم باشا وصل يا سلطاني. خدي ألفة وقفوا على جنب، بدي أحكي مع قاسم باشا لوحدي. حضرة السلطاني، شكراً كتير على قبولك استقبالي. أهلا وسهلا فيك. أول شي مبروك المنصب الوزاري الجديد. ابني أخذ قرار كتير صحيح لما دعاك للقصر. أنا بعرف قديش تعبت مشانه، وواثقة من إخلاصك وتفانيك وتحملك للمسؤولية. أنا استدعيتك اليوم لشغلة كتير مهمة يا قاسم باشا، في موضوع لازم أحكيه أنا وياك. مولاتي أنت بتأمري، شو فيني أخدمك؟ أنا عندي جارية بالحرم لك عم اهتم فيها وعلمها كل شي. هي من روسيا واسمها هيام وأسلمت كمان. هي جارية حلوة مؤدبة وما شاء الله عندها مهارات كتيرة. أكيد هالجارية رح تكون تعلمت منيح لأنه مولاتي السلطاني أشرفت عليها بنفسها. وبخصوص هالجارية عندي اقتراح بهمكن يا باشا. هيام عم تاخد دروس طول اليوم وما عم تفضى أبداً، وكمان ما عم يطلع صوتها يا سلطاني. مولاتي، جاء عاشور بيك ابن قاسم باشا من أدرنا مشان يشوف جلالتك. خليه يفوت. درة، يلا أنتي روحي شوفي شغلي. أهلا وسهلا عاشور بيك. قاسم باشا حكاك بالموضوع ما هيك؟ إيه نعم مولاتي السلطانة. فخر. يلا يلا استعجلوا استعجلوا، جيب كمان قطر بسرعة. يا ابني شكري خير، شو صاير؟ شو عم تجهزوا أنتو؟ شو عم يصير من ورا ظهري؟ إجت الست درة وقال اليوم في عزيمة على العشاء. عزيمة شو؟ أنا ما عندي خبر بشي. يلا يا ابني يلا بسرعة بسرعة بسرعة. السلطانة الأم رح تعمل حفلة اليوم المساء، طلبت مني إنه أعطيك خبر. على شرف مين مساوي الحفلة؟ كوثر، روحي حضري لي أحلى ثياب عندي، اليوم لازم يكون كتير حلوة. يوفقك، اكتبي لي كمان حاجة. المكتوب ما بده أكتر من هيك، خلصنا بقى. يا ترى إمتى رح شوفك يا سلطاني؟ والله فراقكن عني أصعب من الموت. ايه اكتبي هي. عايشة خلصنا بقى، قلتلك ممنوع. هيام خانم وطي صوتي. لا تأخذيني ست درة، ما انتبهت. السلطانة الأم بحديقة القصر بدها تشوفك. السلطانة الأم؟ مولاتي رضياني عني؟ ايه ورضياني كتير كمان. هي عم تستناكي. يلا يا ست فريال لا تتأخروا. إذا السلطان الأم مو زعلانة والسلطان سليمان بيموت فيني. الطقس حلو اليوم، شوفوا هالورد قديش ظريف. يلا يا هيام يلا لشوفه، اقطفي لي كم وردة. مولاتي وسلطانتي هالورد حلو مثل وشك الحلو، رح اقطف لك منه.
انجرحت. شو من أولها هيك؟ يا حرام يا حرام، إن شاء الله ما تكون الست هيام هلأ عم تتوجع. لا تقلق عليها أبداً، هي الست هيام هي على طول بتحب تتدلل. بكفي اليوم، خلينا نفوت. يا ست فريال، خلي هيام تجي لعندي على العشاء. نحن بأمرك مولاتي. فخامة السلطان سليمان، مولاي وسيدي. هيام جاريتك يلي بتركع تحت رجليك اشتاقت لحبك وحنانك. مولاي انت سبب سعادتي، ونار الفراق عم تحرق لي قلبي. وبدونك روحي عليلة وحياتي ما إلى طعم يا سلطاني. عايشة طلعي لبرا، أنا ما نادت لك. ليش اجيتي؟ بدي أخذ شغلة من الخزانة. أي وبلاها، طلعي يلا بسرعة. هالبنت مجنونة شي؟ ها بدي تكتبي لي هي. مولاي صورتك ما عم تفارق خيالي أبدا. هيك منيح، هالجملة عجبتني. هيام ما قلتي لي كيف بدك تبعتي هالمكتوب؟ انتي هلا اكتبي، بلاقي حدا ببعتها معه. درة، شو قال عاشور بيك؟ عجبته البنت؟ إيه شو عجبته؟ وقع بحبها دغري. Thank you.
هيام خانو تعالي معي. ليش خير؟ يعني شو بدك مني؟ أنا غلطت بشي؟ لا تخافي قومي معي. يا سدرة، نحن لوين رايحين؟ أنا ماني مطمنة. ليكون في شي عقوبة؟ قليلي شوفي. خلاص هلأ انتهت كل أيام العبودية، انتي مع التجارية رح تروحي عروس على قصر أدرني. السلطان سليمان عم يستناني بقصر أدرنا؟ لا، السلطانة الأم رح تجوزك لابن الوزير قاسم باشا. بس أنا رح كون عروس للسلطان سليمان، ولا نسيتوا هالشي؟ شو أنتي طرشة؟ فهمي شو عم بحكي معك، رح تتجوزي ابن الوزير قاسم باشا وبدك تروحي على أدرنا، وهالأمر ما في مفر منه، ورح تروحي من هالقصر بكرة الصبح. مستحيل، هالشي مستحيل يصير، مستحيل. ما بروح من هذا القصر، السلطان سليمان رح... خلصي، اوعك تذكري اسم السلطان سليمان. السلطانة الأم قررت وانتي نفذي، هذا أمر. الله يوفق سلطان الأم وخلينا إياها. شفتي شلون خلصتنا من هالجارية الروسية؟ مولاتي إن شاء الله بصير كل شيء مثل ما بدي. أكيد رح يصير هيك. لو تعرفي قديش حابة أشوف وشها لهديك الجارية. رح قوم روح، وإن شاء الله بتعيش عذاب جهنم بالمكان اللي بتروح عليه إن شاء الله. أنت مبسوطة هلأ يا ناهي الدوران؟ هالحفلة كتير حلوة بوجودك معنا يا سلطاني. إن شاء الله من اليوم وطالع رح يكون في عنا حفلات كتير، ما هيك يا خديجة؟ المهم إنه السلطان سليمان يرجع لنا بالسلام، وإن شاء الله كل أيامنا بتصير حفلات. يلا قومي على غرفتك، البكي ما رح يغير أي شيء وما رح يغيروا رأيهم. بدي روح أحكي مع السلطان الأم وأطلب منها تسامحني. يلا يلا على غرفتك بسرعة. لك يا مجنونة اهدي. ألف مبروك يا عروس. أنا أبداً ما رح أتجوز، هذا القصر إلي ما رح أتركه. أنا حصير مرته للسلطان، مرته يلي بحبها. وانتبهي منيح، ممنوع إنك تلمسيني، بتموتي.
درة خانم، خدوا هالجارية القليلة الأدب من قدامي. أنا ماني جارية، أنا هيام، هيام السلطانة. شفتي شو عملت هالوقحة اليوم؟ والله خطر على بالي إني أضربها كف. قال ما بدي روح، أنا حبيبة السلطان ورح صير مرته. من وين لوين لحتى تصير وحدة مثل مرته؟ واضح إنها كتير مرعوبة، ومشان هيك حكت بهالطريقة الوقحة. رح تروح؟ رح تروح من هذا القصر حتى لو بكيت وشقت حالها. ما بدي روح، ما بدي روح، ما بدي روح. أنا بفضل موت هون وما روح. ما بدي روح. هيام شو بكي؟ لا تصرخي، هلا بيسمعوكي. تركوني بحالي بقى. ليش عم تدفشيني؟ أنا شو ساويت؟ أنتي كمان مثلهم، كلكم بدكم تفشوني من هون. ليش عم تساووا فيني هيك؟ سكري تمك. أنا ما رح أتحرك، شو ما ساويت وما رح أطلع من هون. خذوني جثة على قديرنا. أنا انتهيت، ليش عم تساقوا فيني هيك؟ خير يا سلطاني، انتي اليوم مو على عادتك، شو القصة؟ مالك حابة تفطري؟ لا مو جاي على بالي آكل، قليلون يشيلوا الأكل. طول الليل عم حاول نام وما قدرت أبدا. سلطاني لا يكون الشي اللي عملته هيام هو اللي موترك. لا، ما تكون هالمجنونة عملت شي تاني. ليش ساكتة درة؟ قالت ما بدها تروح وما بدها تتزوج ابدا. شو يعني مفكرة حالها اميرة؟ خليها تجهز حالها. شو هالوقاحة؟ عايشة، هيام وينها؟ فوق واقفة مع سنبول عم يحكوا. ما بظن انه يسامحوها، رح تتبهدل كتير. وليش شو صار؟ ضلت تصرخ طول الليل وتقول ما بروح من هون حتى لو متت، وضلت عم تبكي للصبح. سنبول آغا، لا تسمح لهم يجوزوني. بوس ايدك، ما بيجوز، حرام، والله انا ما بستاهل. شو مين مفكرتيني يا هيام؟ انا ما بيطلع بايدي شي نهائيا، ما حدا بيقدر يعارض السلطانة، والله بيطير راسه بلمح البصر. وليش كنت اعطيك ذهب؟ شو عالفاضي كله؟ طيب اخطفني وخبيني. ايه انت شو ما بتفهمي؟ خلص الموضوع انتهى، بدك تروحي. سنبل آغا، سنبل آغا. ايه ست فريال، يلا جاي. سلطان الام بده هيام، خليها تنزل. روحي لشوف، انتبهي اوعك تحكي مثل المجنون قدام السلطانة الام. شو ما قالت بتقولي حاضر، وإلا بيروح راسك هالحلو. يلا تحركي، يلا تحركي. موسيقى